ويا ما قد ذكرت الموضوع ده سابقا ولا كنت اتكرر. بعض الخيل يعض الاكياس كاس عيني كاس الخاله الى اخره في بدوكه خلت عليه او القابره بدوك يسحبها زي بركان فرضا يلعب فيها زي لحم مقاطعه صغيره يعض ويها ويركض ويسوي فيلم هندي خلينا نقول لعب. ممكن مرات يسويها الحصان يعني هو ادرى نفسيته او طاقته تعب وقف، لكن مرات الحصان ممكن يسويها في وقت قبل الركوب ما ادري عنه بيجي تركه المغرب او الفجر او الصباح الى اخره، وصادف انه مسويها قبلك بنص ساعه او ساعه وكارف نفسه متوقع انه بيرتاح لها تركبه وتطلع وتكرف. طبعا المفروض تحس اصلا وانت راكب انه خامل او تعب فتعطيه وقت، بس احرص ان الوقت اللي تركبه فيه لو قدرت ما يكون جنبه شيء فبدوك يخليه يطلع طاقته سواء لعب او خيل وغيره، لانه يفرغ شحنته ولما تركبه ما يكون في حيل يركب لكن اللي تبغاه طبعا لا شك فيه بتحكم فيه، بس قد يعني يؤدي الى اصابات او اجهاد. دائما احرص ان الحصان قبل الركوب يكون كامل طاقته وليس العكس، طريقه الركوب الاخرى احب لهم الحصان كنا سوينا.